السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في Chapter 2 Lesson 2 اللي هو Interference and Diffractions of Light. إيه النهاردة إن شاء الله هيبقى موضوع درسنا، موضوع فيديونا عن Lesson 2. Lesson 2 هو بيتكلم على Two Properties of Light اللي هي Interference اللي هو بيحصل تداخل بين Light Waves، والDiffractions اللي هو إن اللايت يقدر يغير الدايركشن بتاعه in the same medium. طبعا إحنا اتكلمنا قبل كده، خلصنا Chapter 1 وخلصنا في Chapter 2، خدنا Lesson 1 وخلصناه وحلينا كل الـ questions بتاعتهم اللي موجودة في المعاصر. لو انت متفرجتش عليهم ارجع اتفرج عليهم. النهاردة هنبدأ بقى في Lesson 2 ان شاء الله بإذن الله، فيلا بينا نبدأ على طول. يلا بينا. اهلا بيكم مرة تانية. Interference and Diffractions of Light. تعالوا في البداية كده نتعرف يعني ايه interference of light، يعني light الwaves يقدروا يتداخلوا مع بعض. تخيلوا يا شباب لو انا مثلا معايا شخص واقف في الحتة دي كده في المنطقة دي وماسك حبل، قمت جايب شخص تاني موقفه في المنطقة دي وماسك الحبل، وقلت للشخص ده حرك ايدك up and down، وبنفس الساعة يا شباب الشخص التاني هيحرك ايده up and down، فهيطلع من هنا كده يا شباب ايه؟ هيطلع من هنا wave بالشكل ده. في نفس اللحظة هيحصل ايه؟ هيطلع من الشخص ده ويف. التو ويفز ده، الويف ده ماشية في الدايركشن ده والويف ده ماشية في الدايركشن ده، فالاتنين هيتقابلوا في بوينتس. طب لما هيتقابلوا في بوينتس هيتقابلوا ازاي؟ قال لي عندي ثلاث احتمالات. الاحتمال الاولاني ان الويف الاولانية تقابل تبقى كراست، فتقابل الكراست بتاع الويف التانية، ده احتمال. واحتمال تاني ان تراف من الويف الاولانية، تراف هتقابل التراف من الويف التانية. طيب تمام، لو اتقابلوا الاثنين الاثنين كراست يا شباب ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي الويف هيبقى الامبليتيود بتاعها هيزيد قوي. الامبليتيود هيحصل له ايه يا شباب؟ هيحصل له انكريز. فاحنا هنا بنقول انكريز ان ذا انتنسيتي اوف ذا ويف، انكريز ان ذا انتنسيتي اوف ذا ويف. طب لو الاثنين اتقابلوا تراف، الاثنين اتقابلوا تراف، فالتراف في الحاله دي الانتنسيتي بتاعته هتزيد هو كذلك. فسواء يا شباب لو التو ويفز قابل كراست مع كراست يبقى في الحاله دي هيحصل انكريز ان ذا انتنسيتي. طب لو قابل تراف مع تراف هيحصل انكريز ويز انتنسيتي، هيحصل انكريز ان انتنسيتي. يبقى ده كده يا شباب بنقول ان هو اوفرلابنج. ده يا شباب ايه؟ اوفرلابنج بين مين ومين؟ بتوين ده كده، بتوين كراست اوف ذا فيرست ويف وذ كراست اوف ذا سكند ويف. حصل ايه؟ حصل ان هو increasing in the intensity of the light wave، وده كذلك حصل overlapping، حصل ان هم تداخلوا مع بعض. التداخل هنا تم بين مين ومين يا شباب؟ التداخل هنا تم بين trough with trough. trough with ايه يا شباب؟ trough with trough، يعني trough من الويف الاولى مع trough من الويف الثانية. فايه اللي حصل فيها؟ حصل increase in the intensity of the wave، حصل زيادة في الانتنسيتي، حصل زيادة في شدة الويف. وده كده يا شباب بنسميه constructive interference. constructive interference يعني تداخل بناء، بيبني الويف، يعني الويف بتزيد الانتنسيتي بتاعتها بتزيد، وده بنقول ال constructive interference. اللي هو بيحصل ايه يا شباب؟ بيحصل reinforcement in the intensity of the two waves at the same position. يعني ايه reinforcement؟ يعني increase، حصل زيادة. زيادة في ايه؟ في الانتنسيتي، يعني الامبليتيود زاد. وده بيحصل امتى يا شباب؟ بيحصل في الحالتين دول، ان لو حصل التداخل ده بين crest of the first wave مع crest of the second wave، او trough of the first wave مع trough of the second wave. وفي الحاله دي هنسميه constructive interference، يعني تداخل الموجتين دخلوا مع بعض فبنوا بعض فزودوا الانتنسيتي بتاعتهم. ده اسمه ايه؟ constructive interference. طيب يا شباب، طب لو حصل overlapping، حصل ايه يا شباب؟ تداخل، تداخل بين مين ومين؟ بين الكراست اوف ذا فيرست ويف وذ تراف اوف ذا سكند ويف. حصل تداخل بين الكراست والتراف، ايه اللي ممكن يحصل يا شباب؟ الاثنين هيلغوا بعض، يعني تخيلوا ان الكراست هيقابل التراف، فايه اللي هيحصل؟ الاثنين هيلغوا بعض ومش هيحصل عندنا امبليتيود، وفي الحاله دي بنسميه ديستراكتيف انترفيرنس. Destructive interference يعني two waves لغوا تأثير بعض، لغوا تأثير يا شباب بعض، وده بيحصل weakness in the intensity of the wave at the same position. Weakness in the intensity of the two waves in the same position. يبقى احنا كده يا شباب عرفنا الانترفيرنس
ممكن يكون ديستراكتيف وممكن يكون كونستراكتيف. ده كده الديستراكتيف وده كده الكونستراكتيف. كونستراكتيف بيحصل امتى؟ حاجه من الاثنين، يا اما كراست وذ كراست، يحصل تداخل بين كراست مع كراست، يا اما تراف وذ تراف، هيحصل تداخل تراف وذ يا شباب وذ تراف. يبقى ده هنسميه يا شباب، هنسميه constructive interference. وده بيعمل ايه؟ بيعمل reinforcement in the intensity of the two waves، بيزود شدة الويف. انما الdestructive ده لو حصل تداخل بين الcrust with trough، crust with ايه شباب؟ trough. يبقى في الحالة دي الcrust قبل trough فيلغوا الاثنين بعض، فيعمل weakness in the intensity، هيقلل شدة الويف، وده بنسميه destructive. ده كده الinterference constructive وdestructive. تمام، تعالوا بقى نطبق الموضوع ده بقى على مين يا شباب؟ على اللايت، بما ان اللايت ويف. فجي الراجل الجميل ده اللي اسمه مين؟ اسمه توماس يانج. توماس يانج عمل اكسبيرمنت سماها الدبل سليت اكسبيرمنت، ونعرف ليه سماها الدبل سليت، دبل سليت اكسبيرمنت. فالراجل ده عمل ايه يا شباب؟ قام جايب لايت سورس، واللايت سورس ده يا شباب جابه ان هو مونوكوتوليد، مونوكروماتيك. يعني ايه مونوكروماتيك؟ يعني لون واحد، لايت واحد بس، ريد او اورنج او جرين. ليه؟ قال عشان الانترفيرنس يكون بين ويفز يكون لهم ذا سيم ويف لينث. لازم يكون يا شباب ان الانترفيرنس او الاوفرلابنج ويفز لما يحصل يا شباب اوفرلابنج، لما يحصل يا شباب اوفرلابنج بين ويفز، اوفرلابنج بين ويفز او اوفرلابنج ويفز، هيكونوا ذا سيم يا شباب، ذا سيم ويف لينث. لازم يكون لهم نفس الويف ايه؟ لينث. وطبعا الراجل ده فضل الريد لايت. وليه الريد لايت يا شباب؟ عشان الريد لايت ده يعتبر الهايست فريكوانسي. الهايست ايه يا شباب؟ الهايست ويف لينث، سوري، الهايست ايه؟ ويف لينث. يبقى ده اول حاجه عملها مين؟ توماس يانج، ان هو جاب مونوكروماتيك لايت سورس. قلنا ليه اشمعنى مونوكروماتيك؟ يعني لون واحد، ضوء واحد. قال عشان الاوفرلابنج ويفز يكون لهم ذا سيم ايه؟ ذا سيم ويف لينث، الاوفرلابنج ويفز ذا سيم ويف لينث. طب وبعد كده قام عامل ايه يا شباب؟ قام حاطط بارر، بارر يعني بارتيشن، يعني حاجز، والحاجز ده عمل فيه ريكتانجلر سلت، ريكتانجلر ايز يا شباب سلت، يعني فتحه مستطيله. طبعا اللايت ماشي في ستريت لاين، فده كده بنسميه ويف فرونت، فالويف فرونت اهو هيوصل للفتحه. لما هيوصل للفتحه دي اللي هي السليت دي، ده يا شباب اسمها سليت، اسمها ايه يا شباب؟ سليت. لما هيوصل للفتحه دي اللايت كان ماشي ستريت، تمام؟ ايه اللي هيحصل له؟ هيتحول من ستريت ويبقى سلندريكال ويف. اللايت بقى يا شباب سلندريكال ايه؟ ويف. اهو اللايت اتحول فروم ستريت تو سلندريكال ويف. اما الراجل عامل ايه؟ قام جايب بارير تاني، والبارير ده حط فيه فتحتين اتنين، الفتحه الاولى سماها S1 و S2، وده كده البارير ده او الحاجز ده سماه دبل سلت، سماه يا شباب دبل سلت. طيب وخلى يا شباب الديستانس من S ل S1 هي نفس الديستانس من S ل S2، يعني الديستانس دي هي نفس الديستانس دي. فبالتالي يا شباب لو انا طلع من عند ويف وصلت ل S1، في نفس الوقت هيوصل ويف هتوصل ل S2، فالاثنين هيوصلوا في نفس التايم. وبما ان الاثنين هيوصلوا في نفس التايم، لو الاولى وصلت كراست يبقى الثانيه هتوصل كراست، لو الثانيه الاولى وصلت تراف يبقى ده هتوصل ايه؟ تراف. فايه اللي هيحصل بقى؟ قال الدبل سليت ده هيشتغل كوهيرنت سورس اوف لايت. التو رو التو سليتس دول هيشتغلوا كانهم مصدرين ثانويين لللايت. فبنقول ان دول هيشتغلوا يا شباب سيكندري source of light، secondary شباب source of light، ماشي secondary source of ايه؟ light. وخلي بالنا ان هما لما هيبقوا secondary source of light هيبقوا coherent، فبنقول لهم ايه؟ coherent source of light. يعني ايه coherent source of light؟ يعني الويف اللي خارجه من الفتحه الاولى هي نفس الويف اللي خارجه من الفتحه الثانيه، هما شبه بعض في ايه؟ شبه بعض في الفريكوانسي، وشبه بعض في الامبليتيود، في الامبليتيود، وشبه بعض في الفيس كمان. وعشان كده يا شباب ان احنا بنقول ان التو سليتس ده بيشتغلوا كانهم كوهيرنت سورس اوف لايت. فطيب اللايت الويف طلعت من اس وصلت لاس 1، ويف طلعت من اس وصلت لاس 2، فده كده هيطلع كده اهو،
هيطلع على شكل السكندري ويفز بالشكل ده كده، وده كذلك هيحصل كده اهو، هيوصل كانه ايه اهو يا شباب، ده السكندري ويف. هنلاحظ ايه بقى؟ هنلاحظ هيحصل انترفيرنس بتوين ذا ويفز، هيحصل تداخل. الراجل ده قام حاطط مين؟ قام حاطط سكرين، ده سكرين يا شباب، سكرين عشان يستقبل عليها الويف اللي جايه. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك هيحصل انترفيرنس، هيحصل تداخل. التداخل ده حاجه من الاثنين، يا اما يحصل تداخل بين كراست مع كراست، يا اما يحصل تداخل بين تراف مع تراف، وفي الحالتين دول هيعمل لنا كونستراكتيف ايه يا شباب؟ كونستراكتيف ايه؟ انترفيرنس، يعني تداخل بناء، وده هينتج عنه انكريز ان ذا انتنسيتي. قال لي يا اما في الحاله الثانيه اللي هو هيحصل تداخل بين بين الكراست والتراف، وده اللي بنسميه ديستراكتيف انترفيرنس، وده بيعمل ويكنس ان ذا انتنسيتي. فلو افترضنا ان في ويف خرجت من هنا كده، في نفس اللحظه ويف خرجت من هنا، الويف ده مشي كده يا شباب، في نفس اللحظه الويف الثانيه مشيت ازاي؟ مشي كده، الاثنين اتقابلوا كده اهو، الاثنين اتقابلوا في الحته دي، تمام يا شباب كده؟ الاثنين اتقابلوا فين؟ في البوينت دي، تمام؟ تعالوا نخليها باللايت الابيض افضل واقول لكم ليه. الاثنين اتقابلوا في البوينت دي كده، ماشي يا شباب؟ فالباث اللي مشيته ده هو نفس الباث اللي مشيته ده، فلو دي طلعت من هنا كراست فدي طلع كراست، فلو الاولى وصلت كراست فالثانيه هتوصل ايه؟ كراست. يبقى هنا يحصل تداخل بين كراست او تراف او تراف، ففي الحاله دي هيعمل ايه؟ هيعمل كونستراكتيف انترفيرنس، والكونستراكتيف انترفيرنس هيطلع لنا المنطقه دي هتبقى منطقه مضيئه، وده بنسميها برايت فرنجز. برايت يا شباب فرنج، ده اسمها ايه؟ برايت فرنج، يعني منطقه هتبقى مضيئه. ليه منطقه مضيئه؟ قال لي لان الديستنس ده قد الديستنس ده، ففي الحاله دي بنقول الديفرنس باث اللي هو هديله دلتا اكس، فلو دي اب ودي وصلت كراست فده توصل كراست، ولو دي وصلت تراف ده توصل تراف، يبقى الفرق بينهم هيبقى زيرو لامدا، هيبقى يا شباب زيرو ايه؟ لامدا، تمام؟ ده كده برايت ايه؟ فرنجز، اسمها برايت فرنج، يعني منطقه منوره كده، منطقه مضيئه، تمام. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هنغير اللون ونشوف. قال لي لو انا ويف مشيت في الاتجاه ده، في نفس اللحظة في ويف مشيت في الاتجاه ده، الاثنين اتقابلوا في المنطقة دي يا شباب، هل الديستنس اللي مشيته ده هو نفس الديستنس اللي مشيته ده؟ لا طبعا، الويف اللي خارجة من السلت الثانية أكبر من مشيت مسافة أكبر، فبالتالي لو دي الأولى وصلت كراست فده هتوصل إيه؟ تراف. طيب يبقى الفرق في الباث، الفرق في المسافه اللي هم مشوها يا شباب في الحاله دي، بنقول ايه؟ ان دلتا اكس هيكون هاف لامدا. يعني ايه هاف لامدا؟ يعني لو ده وصل كراست ده وصلت ايه؟ تراف. ده اللي بنسميه الباث ديفرنت. ففي الحاله دي هيحصل ايه؟ انترفيرنس بين الكراست والتراف، فهيحصل ايه يا شباب؟ هيحصل ديستراكتيف انترفيرنس، وده هيعمل يا شباب اللي بنسميه هيطلع لي منطقه كده دارك، وده بنسميها دارك فرنجز. دارك يا شباب فرنج، دارك فرنج يعني منطقه مظلمه كده. طب ايه اللي بقى هيحصل بعد كده؟ تعالوا نشوف. هناخد لون تاني، ناخد الابيض. لو انا عندي ويف طلعت من هنا كده مشي كده، في نفس الوقت ويف مشي كده، الاثنين اتقابلوا في المنطقه دي، تمام؟ الاثنين اتقابلوا هنا، ايه اللي هيحصل؟ الويف اللي هي جايه من سليت 2 مشيت مسافه اكبر من السليت 2، بس خلي بالنا ان هنا الباث ديفرنس اللي هو دلتا اكس ايكوال ايه يا شباب؟ 1 لامدا. يعني ايه 1 لامدا؟ يعني لو دي وصلت يا شباب كراست فده هتوصل كراست بس بعد الويف اللي بعدها، يعني مثلا دي مشيت اهو، ده وصلت ايه؟ كراست. فالثانيه مشيت ازاي بقى؟ الاولانيه ده الكراست اللي بعديه، فتقابل الكراست ده مع الكراست ده، فده يطلع لنا ايه؟ يطلع لنا كونستراكتيف انترفيرنس، كونستراكتيف انترفيرنس، وده بيعمل انكريز ان ذا انتنسيتي، والمنطقه دي بتبقى منطقه ايه يا شباب؟ منطقه منوره، وده هنسميها البرايت يا شباب، البرايت ايه؟ فرينج، ده البرايت فرينج. كذلك بقى هتمشي بقى بالترتيب بقى يا شباب، هيطلع كده ماشي، وده كده الاثنين هيتقابلوا في منطقه، هيبقى الباث ديفرنس اللي هو دلتا اكس هيبقى 1.5
لامدا، يعني ده كده اتقابل الكراست ده قابل مين يا شباب؟ قابل التراف ده، فيحصل ايه؟ هيحصل ديستراكتيف، وهيطلع ايه؟ هيطلع هيعمل ويكنس اوف ذا انتنسيتي، ويبقى منطقه مظلمه، وده هنسميه دارك دارك فرنج. دارك يا شباب فرنج. فاحنا هتلاقي ماشي بقى ايه؟ منطقه منوره منطقه مضيئه، منطقه منوره منطقه مضيئه. كذلك هنا كده بالظبط برضو يا شباب، ده كده هتبقى منطقه مظلمه بعدها منطقه مضيئه، منطقه مظلمه منطقه مضيئه. يبقى احنا طلعنا من الموضوع ده ايه؟ بحاجه اسمها interference pattern. اسمها يا شباب interference pattern. ايه الانترفيرنس باترن ده؟ ان بيبقى عندي اماكن منوره جواها اماكن مظلمه. الاماكن المنوره بنسميها برايت فرنجز، والاماكن المظلمه بنسميها دارك فرنجز. ده يا شباب يبقى حصل ايه؟ انترفيرنس باترن. انترفيرنس باتل يعني تداخل بين اللايت ويفز، فالتداخل ده نتج عنه ايه؟ برايت فرنجز يعني اماكن منوره جواها دارك فرنجز يعني اماكن معتمه. تمام، جميل كده. طيب وبما ان الفرنج اللي في النص ده هي دائما برايتنس، لان الباث ديفرنس يا شباب على طول بيبقى زيرو، فالمنطقه اللي في النص ده سميناها ايه يا شباب؟ سميناها سنترال، السنترال فرنج. ده اسمها ايه؟ سنترال فرنج. وليه سميناها سنترال فرنج؟ لانها بيكوز ات اولويز برايت، هي دائما وعلى طول منوره. تمام كده يا شباب لحد الان الدنيا تمام. تمام، فايه اللي حصل هنا بقى؟ الراجل توماس يانج قال الديستنس من السنتر بتاع البرايت فرنج للديستنس بتاع الفرنج اللي بعديه سماه دلتا واي. سواء بقى من السنتر اوف برايت تو سنتر اوف برايت او سنتر اوف دارك للسنتر اوف دارك، مش تفرق بقى، انها اسمها ايه؟ دلتا واي. ماشي، وقال الديستنس بتوين الدبل سلت والسكرين، الديستنس ده سماها ار. وقال الديستنس بتوين ذا تو سلت اللي هي دي. ومن هنا كده يا شباب، وده له ويف لينث. هنا كده قال الديستنس بتوين ذا سكسس برايت اور دارك فرنجز اللي هي الدلتا واي، قال ان احنا نقدر نحسبها من الويف لينث اور اوفر يا شباب اوفر الدي. وده كده الرول اللي احنا هنستخدمه. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب الراجل بقى قال ايه بقى؟ لو انا خدت دلتا واي، عملت ريليشن من الدلتا واي واللامدا اهو، يبقى في الحاله دي ادي اللامدا وادي كده الدلتا واي، قال لي الريليشن بينهم هتطلع دايركت ريليشن. لو جيت اجيب السلوب، قال السلوب هيبقى ايكوال دلتا واي اوفر اللامدا. ادي الدلتا واي وادي اللامدا، يبقى في الحاله دي السلوب ايكوال ار اوفر الدي. تمام، جميل، كلام جميل. طب لو جينا نعمل ريليشن بين الدلتا واي والار، اهو هنا دلتا واي وهنا الار، طبعا هتطلع دايركت ريليشن. لو جينا نجيب السلوب، اهو تعال نجيب السلوب، هيبقى دلتا واي اوفر الار اوفر الار، ودلتا واي اوفر الار يعني ايكوال، هيبقى ايكوال ايه يا شباب؟ هيبقى ايكوال اللامدا اوفر الدي. جميل. طب لو عملنا ريليشن بين الدلتا واي والدي، هتبقى هنا انفرس. ماشي، فلما بقى انها انفرس فهنعمل هنا 1 اوفر دي، وهنا من يا شباب اللامدا، فيطلع مين؟ ستريت لاين. لو جينا نجيب السلوب، يبقى في الحاله دي السلوب هيبقى ايكوال، طبعا هنا دلتا واي، سوري دلتا واي، هيبقى دلتا واي اوفر دلتا 1 اوفر دي، وادي دلتا واي 1 اوفر دي، يبقى في الحاله دي السلوب هيبقى ايكوال لامدا ار. ده كده تجربه مين يا شباب؟ تجربه يوم توماس يانج. تجربه ده يا شباب توماس يانج. هنعرف حاجه بسيطه بقى ونرجع للسلايد دي تاني. تعال نقول بس الديفينيشن بتاع الانترفيرنس باترن. قلنا الانترفيرنس باترن يا شباب يعني بيبقى عندي اماكن منوره، بعد كده اماكن مظلمه، بعد كده اماكن منوره، بعد كده اماكن مظلمه، وهكذا. ده مظلم بعد كده منور، يعني بيبقى في اماكن منوره جواها اماكن مظلمه. طب الاماكن المنوره سميناها ايه؟ سميناها برايت فرنجز. برايت يا شباب فرنجز. طب الاماكن المظلمه سميناها ايه؟ سميناها دارك فرنجز. دارك يا شباب دارك فرنجز. يبقى من هنا كده سمينا الانترفيرنس باترن، هنقول it is a pattern of bright fringes punctuated with the dark fringes. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ ان بيبقى عندي اماكن منوره جواها اماكن مظلمه او تتخللها اماكن مظلمه. يبقى bright fringes punctuated with the dark fringes ده سببه ايه؟ superpositions
superpositions of light يعني تداخل اللايت مع بعض وتداخل اللايت ويفز مع بعض او موجات اللايت تداخلت مع بعض او تركبت مع بعض okay that are produced from two a coherent sources وقلنا coherent sources يعني two sources لهم نفس الفريكوانسي ولهم نفس يا شباب الامبليتيود ولهم نفس كمان ايه الفيز لهم نفس الفيز والامبليتيود والفريكوانسي ده اللي هم ايه cohesive coherent sources اللي هم الاس 1 والاس 2 ده كده اللي هم الاس 1 والاس 2 في تجربه يعني يبقى ما نقول تاني الانترفيرنس باترن قال it is a pattern of bright fringes punctuated with dark fringes resulted from superpositions of light waves that are produced from two coherent sources ده كده الديفينيشن بتاع مين الانترفيرنس باترن طبعا البرايت فرينجز البرايت فرينجز ده يا شباب اللي هي برايت اريا او برايت ريجنز حصل يا شباب نتجت بسبب ايه produced from the interference between crust and the crust or trap with trap انما الدارك فرينجز ده دارك ريجنز produced from interference between crust and trap ده كده اللي هي مين يا شباب الانترفيرنس باترن طيب الديفينيشن بتاع الانترفيرنس لايت بقى ايه هو قال لي it is a phenomena of superpositions ده ظاهره نتجت من تداخل او تراكب light waves that are produced from خلي بالنا from يا شباب two coherent قلنا two coherent يعني الاثنين لهم نفس الفريكوانسي والwave length والامبليتيود والphase قال لي causing reinforcement reinforcement يعني increase حصل زياده زياده في ايه في light intensity اللي هي حصل زياده في شده الضوء in some position اللي هي اماكن معينه اللي هي من الاماكن المعينه اللي هي البرايت يا شباب البرايت فرينجز البرايت فرينجز اور ويكنس ويكنس يعني ديكريز حصل ال في اللايت انتنسيتي اوف اذر بوزيشنز اللي هم مين اللي هم الدارك فرينجز دارك يا شباب فرينجز دارك فرينجز طبعا هنا في ان فرينجز وفي هنا ان Okay, that dark fringes with that bright fringes. يبقى احنا عرفنا الديفينيشن بتاع الانترفيرنس باتر واللايت انترفيرنس. جميل قوي الكلام اللي احنا بنقوله ده. طيب تعال نشوف بقى الكونستراكتيف انترفيرنس بالنسبه للايت والديستراكتيف. الكونستراكتيف يا شباب لو انا عندي ويف ماشي اهي ويف ثانيه ماشي اهي الاثنين يتقابلوا ايه يا شباب؟ الاثنين يتقابلوا كراست اور تراب. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل reinforcement هيحصل overlapping over يا شباب overlapping overlapping between the crust and trough طب لو هما اتقفلوا trough and trough هيحصل overlapping trough with trough وده بيحصل ايه reinforcement in the intensity of the two waves بيحصل زياده في الانتنسيتي ماشي يا شباب وخلي بالنا ان لازم الديستنس اللي بنمشيها ده او الباث بتاع ده والباث بتاع ده لازم يكون الباث ديفرنس اللي هو دلتا اكس ايكوال ام لامدا ايكوال يا شباب ام لامدا ده بايه الام ده قال لي الام ده اللي هو انتجر نمبر ان انتجر يا شباب انتجر نمبر يعني ايه انتجر نمبر يعني 0 1 2 3 4 and so on ده كده يا شباب مين اللي هو كونستراكتيف ايه انترفيرنس وخلي بالنا ان الكونستراكتيف انترفيرنس بينتج عنه ايه بينتج عنه برايت فرينجز برايت ايه يا شباب برايت فرينجز اللي هي الاماكن المنوره طيب لو حصل بقى ان الويف ده ماشيه كده والويف ده ماشيه كده وده كده كانت كراست وده كده كانت تراف فتقابل كراست مع تراف فيحصل اوفرلابنج بين كراست اند تراف فالاثنين هيلغوا بعض وده هنسميه ديستراكتيف انترفيرنس destructive interference اللي هو بينتج عن weakness in the intensity of the two waves at the same positions وفي الحاله دي يا شباب ان دلتا اكس اللي هو الباث ديفرنس هيبقى ايكوال ام بلس و بلس هاف كل ده تايمز يا شباب تايمز لامدا تايمز ايه لامدا حيث ام ده ايه ام ده انتجر نمبر يعني في الحاله دي هيبقى الباث ديفرنس ممكن يبقى هاف لامدا 1 اند هاف لامدا 2 اند هاف لامدا اوكي انما هنا انتجر نمبر اللي هو 0 لامدا اللي هي ده السنترال فرنج ممكن 1 لامدا 2 لامدا انتجر نمبر تمام كده يا شباب وطبعا هنا بينتج ايه قلنا الاماكن اللي هي المظلمه اللي هي الدارك فرنجز دارك فرنجز ده كده يا شباب عملنا كومبارزون بين الكونستراكتيف انترفيرنس والديستراكتيف انترفيرنس وخدنا تجربه بتاع توماس
يانج. طبعا التركية في البروبلمز بقى فين؟ في الحته دي يا شباب. احنا هنا قلنا ان توماس يانج بيستخدم مين؟ بيستخدم ريد لايت. ممكن يجيب لي اكسبيرمنت ثانيه يقول لي احنا بعد ما عملنا الاكسبيرمنت ده باللايت، تعالوا نعملها هنا كده. ممكن بعد ما عملنا الاكسبيرمنت ده بالريد عملنا الاكسبيرمنت تاني مثلا ببلو كولر، بس احنا مثبتين الديستانس دي ومثبتين الار ده، فايه اللي هيحصل لدلتا واي؟ يبقى في الحاله دي يا شباب بنقول ان دلتا واي للريد اوفر الدلتا واي مثلا للبلو هيبقى ايكوال لامدا ريد اوفر لامدا يا شباب لامدا بلو، لان الار ثابته والدي ثابته. ده تركه من تركات البروبلم. ممكن يشتغل مثلا بلون واحد بس، وفي الحاله دي هيغير مين؟ هيثبت الدي ويثبت الفريكوانسي ويغير مين يا شباب؟ ويغير اللامدا ويغير الار. يبقى في الحاله دي بنقول دلتا واي 1 اوفر دلتا واي 2 هيبقى ايكوال ار 1 اوفر الار 2. ده كده تركيه من تركات البروبلم. طيب ممكن يشتغل بالاكسبيرمنت ده ويثبت اللامدا ويثبت الار ويغير مين؟ الدي. طبعا الدلتا واي انفرس لمين يا شباب؟ انفرس للدي. يبقى في الحاله دي هنقول ان دلتا واي 1 اوفر دلتا واي 2 هيبقى ايكوال، لانها انفرس هيبقى دي 2 اوفر دي 1. ده برضو من الحاجات بتاع البروبلمز. تمام كده يا شباب؟ تمام. ممكن بقى في حته ثانيه يقول لي ان انا خدت الديستانس من عند مثلا السنترال فرنج لحد مثلا الفيفث فرنج، ويقوم مديني الديستانس بينهم اللي هي وليكن اكس. ففي الحاله دي انا بحسب النمبر اوف فرنجز، بحسب النمبر اوف يا شباب فرنجز، وفي الحاله دي بقول ان دلتا واي ايكوال التوتال ديستانس اوفر النمبر اوف فرنجز. طبعا البروبلمز كلها بتدور في الحاجات دي كده وفي الرول ده بس. ده كده اكسبيرمنت بتاع مين يا شباب؟ بتاع توماس يانج. ويبقى كده خلصنا تجربه توماس يانج وشرحناها وخلصناها، وتقريبا قلنا التريكات بتاعتها في التريكات بتاعتها كلها بتاع البروبلم. فان شاء الله هنشوف التريكات ده في حل اسئله المعاصر ان شاء الله. ويبقى كده خلصنا الجزء الاولاني، ان شاء الله اشوفكم في الجزء الثاني اللي هو اللايت ديفراكشنز. ده جزء بسيط وسهل كده نخلصه ان شاء الله في فيديو بسيط. فما تنساش تحط لنا لايك، ولو انت مش مشترك اشترك معانا، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.